فالإنسان وقت الفتن يعني يكثر من العبادة، يكثر من التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يستعجل في وقت الفتن في إطلاق الأحكام، خاصة في زماننا هذا. لماذا خاصة في زماننا هذا؟ لكثرة الإشاعات وتفنن أهل الباطل في التلبيس على الناس، وضع الصورة على الصوت، وضع الصوت على الصورة، وضع صورة مكان صورة، وحذف كلام، شيء غير طبيعي جدا أبدا، لا تكاد تصدق شيئا تسمعه ولا شيئا تراه، من كثر القدرة عند الناس في هذا الزمان على خلط الحق بالباطل، حتى يظن الإنسان أن الحق باطل وأن الباطل حق والعياذ بالله. وقد ذكرت لكم أعيدها، قبل أكثر من 20 سنة، ليس الآن، قبل أكثر من 20 سنة كنت عند أحد الإخوة، هو عنده تسجيلات صوتية، فأراني جهازا عنده وقال هذا الجهاز يحذف الكلام حتى يجعل الحق باطل دون أن تشعر، وعمل لي تجربة أمامه في شريط لأحد الدعاة، وبدأ الداعي يتكلم يقول: ولا بد من توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وكذا. قال وشيل هذا الكلام وركب مكانه كلام للشيخ نفسه، قاله في مكان آخر في نفس المحاضرة، زين، ولا بد من ترك التوحيد، زين، وأن نعلم أنه لا إله. قلت له أنا فاتت علي. قال لي تفوت عليك وعلى غيرك. يقول لي هذا قبل 20 سنة، فما بالك الآن والعياذ بالله. فعليك أن تكون حريص، لا تصدق كل ما تسمع، ولا تقبل كل ما يقال، ولا تنشر من باب أولى. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، والله المستعان.